طيب استاذنك نبتدي باخر ماتشين ورؤيتك لاخر ماتشين. احنا يعني عندنا تعادل مع فيوتشر وفوز على فاركو، فوز في الثواني الاخيره بس في الاخر نتج عنه حصد الثلاث نقاط الغاليه. كيف رايت المباراتين دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه طبعا انت عارف الموسم برضو اللي احنا موجودين فيه في عمليه ضغط قويه جدا، وبعتقد انه النادي الوحيد ولله الحمد اللي ماشي متصدر الدوري النادي الاهلي. احيانا بيبقى فيه صعود وهبوط وخاصه في بدايه الدوري، بتبقى لسه لياقه المباريات لسه ما هياش كامله. الحاجه الثانيه برضو بيبقى فيه عمليه التدوير ممكن تكون متسارعه، وممكن الاصابات بتاثر معاك تاثير كبير، وخاصه لما بيكون في مراكز مهمة زي قلبي الدفاع، باك رايت، فيرويد، حد من على الأطراف من القوام الرئيسي للفريق. المدير الفني بيحاول إن هو يعمل عملية تدوير عشان ما يبقاش فيه إجهاد زي المواسم اللي فاتت. بيحاول يعرف رؤية عن كل لعيب، يعني هو لحد دلوقتي لسه بيجرب بالنسبة لرؤوس الحربة، بيدي لكل واحد فترات بحيث إن هو يشوف كل واحد ميزاته ايه، وما بيلجاش ان هو بالسمع، لا هو عايز يشوف بنفسه حسام حسن فين، شادي بيلعب فين وفين. يعني الماتش اللي فات قال لك انا شريف، انا شفت ان شريف بيلعب على الطرف كويس قوي، ولما بيضم بيبقى مؤثر وخطير، وزي ما طبعًا شفنا طبعًا الجول اللي جابه الماتش اللي فات كان فين؟ ما كانش على الطرف، كان راس حرب. مظبوط. فهو في الفتره ديت اعتقد انه عمليه تثبيت التشكيل برضه هتبقى مؤثره جدا، وخاصه في المباراه اللي جايه، ويبقى في ثبات بعد الصفقات الشتويه باذن الله تعالى اللي النادي هيعمل بيها الدعم. هيبقى برضه في نوع من المنافسه الشديده، بحيث انه يبقى برضه كل واحد عارف انه المركز ده بتاعي ما هواش الا اذا اجتهدت وتعبت وحسيت ان انا تيشيرت نادي الاهلي، التيشيرت ده كبير جدا طبعا وعظيم جدا، وبالتالي لما يكون في المنافسه ديت، الى جانب ان اولادنا الحقيقه يعني بقالهم سنتين ثلاثه ما بياخدوش فترات راحه خالص خالص، الا بقى يعني الموسم ده بس اللي يعني خدوا 20 25 يوم، انما ان شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم باولادنا ورجالتنا اللي هم بيمثلوا النادي الاهلي راجعين ان شاء الله. ان شاء الله يعني.